المولد النبوي الشريف الناس فيه على أربعة أقسام. الناس فيه على كم؟ أربعة أقسام. قسم يعتقد أنه عيد كالفطر والأضحى ويسميه عيد ويلبس فيه الجديد ولم يبقى إلا أن يصلي في صلاة العيد، فهؤلاء مبتدعة، لأنه ليس في الإسلام إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. وقسم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا الشهر، شهر ربيع، في يوم 12، ومات في هذا الشهر في يوم 12، فاجتمع في قلبه فرح بمولده وحزن بوفاته، وكان الأخير منهما الحزن بوفاته، فذهبت فرحته بالمولد بحزنه بالوفاة، فقال: إن أنا أحييت فرحا يوم موته فهل هذا من محبتي؟ مع أنه يقينا الراجح أنه مات يوم 12، وقيل بلا خلاف باتفاق، والمختلف فيه مولده. مولده في أقوال، قيل في أول الشهر وقيل في آخر وقيل، وصح الأقوال يوم 8، صح الأقوال قيل أنه يوم 8 ويوم 9 هو الذي ولد فيه وليس يوم 12، أما وفاته فيوم 12. وأيضا عندما تنظر للتاريخ تجد أن هذه الحادثة وهذا الفعل ما حصل إلا في عهد الدولة الفاطمية، والدولة الفاطمية دولة رافضية، والذي عمل هذا المولد عمل خمس موالد: مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جعله في يوم وفاته، اختار اليوم الذي وافق وفاته وهو يوم 12، ومولد له نفسه الفاطمي، ومولد لعلي، ومولد لفاطمة، ومولد للحسين، فقال هذه الموالد الخمس على قدر الصلوات الخمس. وهذه طبعا ما أنزل الله بها من سلطان، لكن طائفة ثالثة قالت في زمن الناس جهلت فيه قدر النبي صلى الله عليه وسلم وتهجمت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا يكون هذا الشهر شهر مولده وشهر بعثته وشهر هجرته وشهر وفاته لا يكون مناسبة عن الحديث عنه؟ فهؤلاء الذين يتحدثون في المولد أو في شهر ربيع عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره ومكانته ما عدم اعتقادهم أن هذا عيد، هؤلاء أقل ما فيه أن يكون الأمر من باب المباحات، فلا شيء في ذلك إذا كان يعتقد أن هذا الشهر فيه ولد، كما قال في يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه فصامه، وكما وجد أهل المدينة يصومون يوم عاشوراء وقالوا: هذا يوم نجى الله في موسى وهلك فرعون، قال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. إلا أني أسأل وتساءل سؤال، أقول: إذا كان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نفرح به ونحبه، فهل من اللائق أن نجعل فرحنا به يوما في السنة وهو معنا في سائر العام: صلوا كما رأيتموني يصلي؟ إذن ما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه هو يوم الاثنين من الأسبوع، فهذا يوم مولده، فلنقرر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يولد في كل أسبوع مرة، كما أن الاثنين في كل أسبوع، وإذا كنا نحبه فلنعظم هذا اليوم يوم الاثنين بالصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه وعلل الصيام أنه يوم ولد فيه. وأيضا لا يمكن أن نقول إن مولده عيد، لأن العيد لا يجوز فيه الصيام، لا يجوز صيام يوم العيد ويحرم الصيام فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين تحذيرا من اتخاذ يوم مولده عيدا. على ذلك نرجع ونقول: الناس أربعة أقسام في المولد. قسم مبتدعة من اعتقدوا أن مولده عيدا كالفطر والأضحى، وقسم لم يبتدعوا وإنما اجتهدوا فقالوا هذا يوم مولده ويوم وفاته، فقالوا لا يمكن أن نفرح بيوم مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قد عذروا واجتهدوا. وقسم قالوا ولد في هذا الشهر ومات في هذا الشهر وهاجر في هذا الشهر، فالشهر يذكرنا به فتحدثوا عنه وتحدثوا عن أخلاقه، فهؤلاء أيضا اجتهدوا ولعل في اجتهادهم صواب. أما الطائفة الرابعة والأخيرة فهي المتشبهة، وهؤلاء إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان، وهم الذين قالوا
النصارى عملوا عيدا لمولد عيسى ونحن نعمل عيدا لمولد محمد، فمن تشبه بقوم فهو معهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه معهم وفي هذا اتبعتموهم. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهؤلاء الذين عملوا العيد تشبها بالنصارى هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان، وهؤلاء الذين عملوه وابتدعوه وقالوا نجتهد فيه ما لا نجتهد في غيره لأنه يذكرنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولأنه ولد فيه ولو كان مات فيه، فنقول لهؤلاء قد اجتهدوا ولهم أجر، لأن من اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أولئك الذين عمموا الشهرة فهم أقرب للصواب، والأفضل من هذا كله أولئك الذين نظروا للاثنين من كل أسبوع وقالوا هذا اليوم الذي خص به النبي صلى الله عليه وسلم، خص به نفسه من ولادته إلى نبوته إلى هجرته إلى وفاته، فاحترموا يوم الاثنين وصاموه وعملوا فيه الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، لأنه يوم أيضا تعرض فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى.